اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره نجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك كابتن عادل؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. الف سلامه ليك كابتن عادل. الحقيقه دايما بيكلمني وعلى طول في ظهري، والحقيقه واحد من الناس اللي احنا دايما بنعتز بوجودهم، مش احنا كلنا طبعا، مش انا لوحدي، بنعتز بوجود كابتن عادل معانا، وان هو يبقى دايما بيقول لنا ايه اللي بيحصل. كلام الكابتن عادل في اغلب الوقت لو حضراتكم تشوفوا كده وتجيبوا حلقات اللي بيطلع فيها كابتن عادل، سواء هنا او في البيت الكبير او في اي برنامج اخر، هتلاقوا ان في 90 او اكتر من 90% كمان من الكلام اللي بيقوله كابتن عادل بيتحقق. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك. وانا بالنسبه لي ما اعرفش، بشوف ان مباراه سان داونز بيكون او هيكون ليها وضع، يعني ناس عماله تقول لي مالك متحمس قوي ليه كده، ويعني انا عايز اكسب وعايز افوز وعايز فرقتي تلعب كويس وعايز اكسب يوم السبت وعايز اكسب المباراه اللي بعدها عشان ارجع تاني، وعايز يوم ماتش الهلال الاقي 100,000 متفرج موجودين في استاد القاهره ان شاء الله ربنا يكرمنا، وعايز افوز بالبطوله ال 11. ولكن في نفس الوقت كل ده لان انا عندي فرقه اقدر الناس اثق فيها كواحد من الجماهير، واقدر ان وعندي جهاز فني انا واحد برضو من الناس شايف ان انا اقدر اثق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لما نلاقي كل واحد بيقوم بدوره، فالإدارة مع رئيس النادي كابتن محمود مع الجهاز الفني مع اللاعبين، مفيش شك ان كل واحد بيقوم بدوره. واعتقد ان المباراة اللي جاية يوم السبت هتبقى مباراة مفيش حد هيبخل، لا الجهاز الفني ولا الإدارة ولا اللاعبين هيبخلوا ان كل واحد يبذل اقصى ما عنده. نتيجة المباراة توفيق ربنا طبعا، وربنا بيدينا الاسباب، ان انا هاخد بالاسباب وبعدين التوفيق ده بتاع ربنا. اكسب اتعادل بكل المقاييس يا كابتن احنا الافضل. لما نلاقي تيم سان داونز والمراكز من اول حراسه المرمى لحد الاخر فيرود عندنا حتى بدكه البدلاء احنا الافضل. المهم ال 11 اللي هيلعبوا مع السبعه اللي موجودين بره نأدي اقصى جهد عندنا. دي نقطه. النقطه الثانيه، في اكسجين بيبقى قليل شويه، وبالتالي انا كمدير فني هبتدي افكر، انا عندي قياسات والسعه الحيويه بتاعت الرئتين، الناس اللي هي تقدر تلعب والرئتين بتوعها مليانين هواء طبيعي، يعني زي ما نقول مثلا اكرم توفيق ولا كريم عندهم رئتين معدلات اللياقه بتبقى او زي ما حضرتك بتقول كده، السعه الحيويه في الرئتين تاخد كميه اكسجين كبيره وعندها المخزون ده. فأنا أبتدي المباراة بالناس اللي هي فعلا عندها المخزون ده. الحاجة الثانية، الأمور الفنية والحاجات دي مفيش شك إن الجهاز الفني من الكفاءة إن هو يعمل التشكيل المناسب ويدير المباراة بالشكل المناسب اللي هو شايفه. وأعتقد إحنا بإذن الله تعالى مفيش حد هيأثر. المهم بقول لك لو 80% إحنا أدينا بالروح القتالية بتاعتنا، مش 100%، لو 80% من القدرات بتاعتنا صاحبها استحواذ وصاحبها اداء اللي هو روح الفانيلا الحمراء، اعتقد ان احنا هنكسب وهنكسب بفارق ممتاز. وببشر الناس ان كل اللعيبه رايحه بمعنويات في منتهى الارتفاع بعد ما عدد معين من المباريات ما حصلش في تاريخ اي نادي. والله يا كابتن ما حصل في تاريخ اي نادي ان انا في 45 يوم العب 16 مباراه. انا عارف ان حضرتك بتدرس الحاجات دي وبتشوف الناحيه الثانيه. امال ايه يا كابتن؟ انت قبل ما تروح كاس عالم كنت لاعب 6-7 ماتشات، وبعدين 4 كاس عالم، 4 سفريات بينهم، الفريق الوحيد ريال مدريد سفريه واحده، انت 4 رايح جاي رايح جاي 4 مرات، وبعدين رجعت رحت لاعب 4 مباريات كمان، لعبت القطن ولعبت الداخليه ولعبت المقاولين ولعبت سان داونز. فتخيل 4 مع 11 ولسه انت هتلعب يوم السبت. ادي هتلعب يوم السبت، ويوم السبت ده السفر لوحده بمباراه 8 ساعات. صحيح. ف يعني اللعيبه دول فعلا فعلا مع الجهاز الفني، برضو الجهاز الفني بشر، انا بطلع من مباراه لمباراه، العمليه دي برضو بتبقى، ولكن ولله الحمد ربنا معانا ان شاء الله، والولاد بتوعنا والرجاله بتوعنا، ودايما اقول عنهم الكوماندوز الصعقه بتوعنا، هيقدم مباراة على أعلى مستوى. مطمئن جدا إن شاء الله ما حدش هيأثر، نتيجة بتاعت ربنا هنكسب هنتعادل، لا قدر الله في خسارة مش آخر الدنيا، لكن
ما اعتقدش ان حد هيأثر، لا الجهاز الفني، اولا الاداره عملت الواجب بتاعها، الطياره الخاصه، البعثه، كل الجهاز الطبي، ما شاء الله كل الاولاد رجعوا، فرحان جدا ان خالد رجع، خالد عبد الفتاح ده برضو قوه لا يستهان بها، لان ده جوكر بيلعب في اكتر مكان، باك رايت وسيرد باك وباك ليفت، فانت عندك المخزون ده، دكه البدلاء هتبقى على اعلى مستوى، وبالتالي خط الفيرود احنا برضو الراجل برضو من ضمن الحاجات اللي انا دايما يعني ببقى سعيد بتفكيره، مريح شريف خالص ماتش المقاولين العرب، فطبعا كل كهربا وكهربا، فدول برضو هيبقى قوه رهيبه جدا لما يبقى بلعب بشريف وبلعب بكهربا وممكن العب بالاثنين في النهايه، فهيبقى عندي الاكثر من تفكير ان انا ادفع بالناس ديت. من ضمن برضو لعبنا 16 مباراه، في حاجات يا كابتن كده حاجات بسيطه عايز احكيها ليك. اتفضل. لما رجعنا من كاس عالم الانديه وشفنا قد ايه احنا كنا مشرفين والعالم كله اتكلم عننا، رجعنا على سان داونز وانت تكسب سان داونز زي ما انت عايز في الشوط الثاني 2-1، وبعدين حصل يعني نوع من الانواع الانفعال الزياده او الاندفاع الزياده في الواجب الهجومي على حساب الواجب الدفاعي، لكن هنشوف في ماتش الداخليه كابتن كان هناك عنف غير طبيعي، امبارح برضه كان هناك عنف غير طبيعي، تخيل انت امبارح 7 فاولات ما فيش فيهم انذار واحد. 7 فاولات كلها يعني قوي. حاجات قاتله ومع ذلك ولا انذار. حمدي فتحي بس مجرد ان هو نزل في كوره الانذار، وبعدين رأفت عطيه، وبعدين ياسر انذارات. الحاجه بقى الفكاهيه اللي بتخلي الواحد يضحك، واحنا بنلعب مع ماتش اسوان حكم المباراه البنا حسب بنالتي، انا الحقيقه مش عارف حسبه ازاي. زي اسوان ماتش اسوان حسب علينا بنالتي النتيجه 2-0. لا اسوان فانا مش عارف يعني شافها ازاي، انا مش شايف انها يعني كان فيها مثلا تلامس او فيها حاجه. المهم الماتش اللي بعده كان فاركو والمقاولين العرب، الراجل السيرد باك بتاع المقاولين العرب مع الجول عجنوا الفيرود بتاع فاركو في اخر دقيقه 90 او 91. البنا اللي هو شاف ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي ما شافش دي، ما شافش اللي اتعجن دي وراح، والفار لولا ان هو الفار طلبه ما كانش هيروح. المفروض بقى الراجل السيرد باك بتاع المقاولين العرب يعمل ايه يا كابتن؟ المفروض يطرد لانه شنكله في المقاولين العرب وفاركو. ايوه في اخر في الدقيقه 90. ما هو الفاركو كسب المقاولين بالهدف ده، بالهدف ده خلاص. طب الراجل ده انت ما طردتوش ليه؟ كانت 1-1 يعني. ما طردتوش، لا الفاركو كده كسب المقاولين. لا كانت 1-1 قبل البلانتي بقت 2-1 يعني عشان الناس تفتكر. فادي 2 ادي الفاركو كسب، وبعدين الراجل ده ما طردش. ايوه. فتخيل بقى من ضمن ويمكرون ويمكر الله، الراجل ده اللي يجيب الجول المكسب لينا في ماتش، يعني السرد باك ده لو اطرد ما كانش الجول يعني. الجول الثاني اللي احنا جبناه ما هو اللي حطه في فاروق. فاروق هو اللي حطه في نفسه. يعني لو هو اطرد ما كناش يعني لاعب بقى وما كناش كسبنا. ما كناش كسبنا. فشوف وشوف انت بقى البلنتيات، الحاجات الوهميه اللي بتتحسب، حاجات بتبقى يعني، ولكن ولله الحمد، ولله الحمد التوفيق بفضل الله ماشي، لانه احنا بنتكل على ربنا سبحانه وتعالى طبعا، وبناخد بالاسباب وبنتمرن كويس، ولاعبتنا كلهم اوضه اللبس محترمه وقويه، ووجود كهربا الحقيقه عامل جو من انكار الذات ومن الحب الزياده وكل اللعيبه طبعا. بس اضافه كهربا ادت كده لمحات في المباراه، لما يبقى بيطلع وياخد شريف في حضنه، وبعدين شريف وهو نازل ياخد شادي في حضنه، دي حاجات كلها لمسات بتبقى جميله، رسائل للجميع يعني. طب كابتن عادل برضو واحنا بنتكلم في هذا الامر، حضرتك قلت ان احنا لعبنا مباريات، عدد مباريات كبير جدا، وحضرتك حذرت قبل كاس العالم من هذا الامر، ولكن خلاص اصبح امر واقع، كيف يمكن، والسؤال ده انا بساله كل يوم لانه هو ده السؤال الاهم دلوقتي، كيف يمكن لمارسيل كولر معالجه موضوع الضغط، ضغط المباريات والاجهاد؟ بيبقى في راجل طبعا بحكم خبراته العاليه والجهاز اللي موجود معاه، كابتن سيد وسامي والجهاز الموجود معاه واحمال واول اخره،
انا ملاحظه اللي بيعمل عمليه التدوير بيعملها بشكل جيد جدا. اللي انا بس بطلبه من كولر انه يبقى عمليه التوجيه تبقى فيها نوع من الشده شويه. بمعنى ايه؟ يعني انا ماتش الداخليه احنا كسبانين وخلاص، فاضل يعني 10 دقائق او حاجه، واحنا بنهاجم باندفاع زياده عن اللزوم، في الوقت ده لازم انا اقف لا هنا فلان فلان فلان، زي ما التيم بتاعكم يا كابتن كان احيانا بتبص تلاقي 7 بيدافعوا وثلاثه ولا 4 بس اللي بيهاجموا في بعض المباريات. صحيح. ايام جوزيه. فانا في الوقت ده مش مفروض ان انا اندفع ب7 8 ويبقى فيه 3-4 موجودين في خط الظهر ويبقى فيه ثغرة ممكن يبقى فيها نوع من الأهداف. نعم. عملية التدوير احنا عندنا بفضل الله دلوقتي 3 فراودة أو 4 فراودة. أيوة. فدول وكلهم على كفاءة وكلهم قريبين من بعض. أيوة. على الأطراف حسين الشحات، طاهر، بيرسيتاو، عبد القادر، عندنا أحمد قدوسي برضه ممكن يلعب في الحته دي، كريستو برضه ممكن يلعب هنا وهنا. فعندك بشكل عام يعني بشكل عام دي المباراه يعني تحديدا. فانت هيبقى عمليه التغيير يا كابتن هتبقى، وبرضه في وسط الملعب انت عندك 2-3 من الاشبال طالعين. ايوه هم مش اشبال يعني، خلاص وصلوا المرحله يعني، انما عندك مروان وعندك حمدي وعندك ديانج وعندك عمرو السوليه، فممكن بلعب باثنين وبعدين يبقى في الماتش اللي بعديه، يبقى ده بياخد نص ساعه ربع ساعه. في العمليه دي عايزه الجهاز الفني وهو بيأديها لحد النهارده، بيأديها بشكل رائع جدا. كل اللي انا بطلبه انه عمليه التوجيه وخاصه في المباريات اللي احنا بنبقى كسبانينها لا نقف. برضو ماتش المقاولين في فترات المفروض ان انا بحييه جدا عليها، لان اللي حصل في ماتش الداخليه العده تداركه، وشفنا الماتشين الاخرانيين ايه اللي بيحصل في ماتش القطن. بمجرد ما بنفقد الكوره على طول يا كابتن ال11 موجودين تحت الكورة، ودي الحاجة. صحيح. دي كانت رائعة جدا، وخاصة ماتش المقاولين ومجرد بنفقد الكورة بتبقى عملية التأمين جيدة جدا. كابتن عادل، تقييم حضرتك لنجاح أو لأداء النادي الأهلي ونجاحه في الحفاظ على قمة الدوري العام أولا، وقبل السفر طبعا لجنوب أفريقيا. توفيق ربنا سبحانه وتعالى. أي. ثم المدير الفني الحقيقة بيشتغل بشكل فني علمي رائع، واعتقد انه عمليه التوليفه اللي هو دايما بيشتغل عليها على الرغم من وجود اصابات. أيوة. وطبعا تكرار المباريات بيبقى فيه اصابات. اللي انا برضو بتمناه ان الفتره اللي جايه اللعيبه تحافظ على نفسها كويس، ويدوا لنفسهم فتره الراحه القصوى في البيت. خلصت تمرين ما روحش اي مشوار في الوقت ده. أيوة. لان انا الفتره دي الشهرين اللي جايين دول بيدوني بطولة دوري، بيدوني بطولة أفريقيا، بيدوني كاس، بيدوني بطولات كتيرة جدا. أي مشاوير أو أي حاجة ممكن أنها تتأجل أو حد بديل يقوم لي بالمشاوير دي، بحيث أن أنا راحتي كاملة مجرد ما خلص تمريني يبقى باستمرار موجود في بيتي واخد فترة الراحة بتاعتي. أي حاجة ملهاش علاقة بكرة القدم أنا تبقى مش موجودة عندي. أعتقد المحافظة على الجدول والتقدم معاك، اعتقد انك انت لازم لابد انك تحافظ بكل ما اوتيت من قوه، وكل مباراه لا اركن لفرق النقاط اللي موجود. فرق النقاط اللي موجود انا لا يمكن افكر فيه. كل مباراه ثلاث نقاط دول بتوعي. مش هفكر ان انا اللي تحتية في فرق 9 نقط ولا 5 نقط ولا 11 بونت، لا انا بلعب كل مباراه كاني المسافه اللي بيني وبين المنافس بنت او مفيش او هو متقدم عني. الحته دي بتولد جوايا الخوف الايجابي، ان انا ما ابقاش دايما محافظ على الفرق ده. حقيقي. بل واكاد اضيفه. واذا المنافس تعثر في عندك 3 انديه بينافسوك، فانت دايما حاطط نفسك في الجانب ان انت متفوق بالنقاط ديت، ولو هو يتعثر انت كمان مالكش دعوه بيه، انت طالع على سلم توصل للقمه بدون اي ركنه في اي درجه من الدرجات. طيب واحنا بنتكلم كده خلينا يا كابتن برضو نطلع نشوف تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع سان داونز، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، توقعات برضو حضرتك لكيفيه اداره كولر لهذه المباراه في ظل الاجواء بقى كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله. هلعب مباراه مش هغير طريقه لعبي، انا هلعب مهاجم ونفس الطريقه اللي هو بيتبعها.
ان انا تيم النادي الاهلي، انا تيم كبير قوي، انا بنافس ريال مدريد وبرشلونه، انا مهما حصل انا بلعب بطريقتي وهي التوازن ما بين الهجوم والدفاع، انا بهاجم كويس قوي، مجرد ما يعني لا يكون هناك خطط خاصه او تكتيك خاص لهذه المباراه، بهاجم كويس، بضغط كويس من البدايه، الضغط البدايه من البدايه كويس في ملعبهم، بيحصل نوع من انواع الخوف عنده، يقول لك ده ايه ده، الناس دي نازله ويعني واخدين المباراه بقوه وعايزين فعلا ينالوا مننا، ويحصل نوع من انواع الارتباك. متوقع هو انه الاهلي هيلعب ويدافع والكلام ده، الاهلي مش هيغير طريقته، هينزل يهاجم كويس قوي، ومجرد اذا هو طلع بالكوره ودخل على التلت الثاني على طول يكون شريف او كهربا اخر واحد كمهاجم يبقى على الدايره، بحيث ان انا بضيق المساحات وبعدين بعمل الضغط على مكان الكوره باكتر عدد من اللعيبه عشان استحوذ على الكوره وابتدي اعمل الهجمات بتاعتي، مش هلعب على المرتده انا ودايما بشوف كولر بيبقى واقف على الخط بيقول للعيبه معنى الحركه دي ايه، معناها ايه الرب. معناها خلي الخطوط بينكم تبقى قريبه. خطوط قريبه يعني ايه؟ بتبقى على شكل مثلثات، مثلث معدول ومثلث مقلوب، بحيث ان انا لما بستلم الكوره بلاقي على يميني وعلى شمالي وتحتيه من اليمين ومن الشمال اللي انا ممكن اديله، بحيث ان انا بعمل الجمله اللي انا عايزها. الحاجه الثانيه اللي عجباني جدا في الفتره اللي فاتت، وخاصه الماتش اللي فات، الماتش اللي قبليه، ماتش القطن، عمليه الاستحواذ كانت في غايه الروعه. لما كنا 2-0 ابتدينا ناخد الكوره ومش مستعجلين، الهجمه ما بقتش تتعمل بنوع من الاستعجال، هاني بيلعب مع ياسر مع منعم مع علي، وبعدين تدور تاني وتالت، وبعدين هم بيجروا، عندهم شراسه، عندهم قوه، عندهم اندفاع، لدرجه ان الراجل احنا كسبانين 3-0 وفاضل دقيقه بيشتكي للحكم ان منعم بيضيع وقت، ده هو فاضل دقيقه واحنا كسبانين 3، طب هيضيع وقت ازاي وانت احنا كسبانين 3 فاضل دقيقه، يعني خلاص الوقت الضايع، هتجيب الثلاث في 3 دقايق يعني؟ معرفش، في الدقيقه قصدي. متحمسين قوي. انا شفت لهم الماتشات اللي قبل كده الحقيقه، يعني شفتهم مع الهلال ومع صن داونز ما كانوش بالحماس ده، طبعا دي حاجه في صالحنا طبعا ان هم يلعبوا بالشكل ده، لكن اللي عاجبني جدا في فرقتنا ان احنا كنا عمليه البناء الهجمه من اليمين ومن الشمال، ولو تشوف الاهداف والكره الجول الثالث في منتهى الروعه من علي معلول، طبعا احمد القدوسي راح لعبها له، يعني بيقول له ادي بونبونايه، هو علي كان ممكن يجيبها تقريبا جول كمان، كان ممكن يعني يجيبها، بس علي عملها على الارض ورقفت داخل قاطع وحاططها بمنتهى السلاسه، فالثلاث جوال كانوا كره شريف برضو الجول الاولاني كان جميل جدا. اللي عجبني عمليه الاستحواذ، ما فيش صربعه في انهاء الهجمه، والخطوط دايما كانت قريبه في الكور الثابته. الماتش بتاع امبارح عملنا حاجه برضو من ضمن الكور الجميله جدا، علي معلول لعبها لبيرسي تاو اللي اتشاطت جنب العارضه، بقول لبيرسي تاو اظبط البوصله بقى شويه، عايزينها جوه يعني عايزينها جوه شويه بقى، يعني بدل ما تبقى جنب العارضه عايزينها تبقى يعني بس نص متر كده، تبقى جوه الجول ان شاء الله. طيب يعني من واقع مباراه الذهاب اللي لعبت مع صن داونز 2-2 وتعادل ايجابي في استاد الاهلي والسلام، عايز برضو حضرتك تقول لي احنا رحنا للجون كتير، هل من الممكن ان نرى او نروح بنفس هذه الكيفيه وبنفس هذه الكميه في صن داونز هناك في جنوب افريقيا يعني هناك؟ هيحصل ان شاء الله، هيحصل، عشان كده انا بقول عمليه التشكيل من البدايه، عايز الناس اللي هي فت قوي واللي هي بتجري كتير كويس واللي عندها حته الاكسجين لانها مهمه جدا طبعًا. لازم اراعيها طبعا. الناس اللي هي بتلعب الكره الجماعيه من لمسه ولمسه ولعبه، الناس اللي بتجيد عمليه الاستحواذ، بحيث ان انا الهجمه بتاعتي لازم تبقى رايحه تنتهي يا اما بكورنر يا اما بكره تشاط على المرمى يا اما بهدف يا اما بفاول، الهجمه بتاعتي ما تنتهيش الا بشكل ايجابي. مش هيحصل ده الا لما يبقى فيه عمليه الاستحواذ وعمليه الهجوم على المرمى، هتبقى عمليه سهله جدا، لان انا بقول بكل المقاييس احنا الافضل، المهم ان احنا نأدي بالشراسه بروح الفانيلا الحمراء، التكليفات اللي المدير الفني هيديها للاعبين تتنفذ بحذافيرها، وبعدين انا برضو في نفس الوقت كولر وهو قاعد بره، ايوه ما فيش مانع ابدا لو في اي حاجه
فيها خلل، واحد مثلا بياخد الكرة ويحاول ان هو يعمل حاجه زياده بالنسبه للمراوغه او كده، لابد ان انا اقف واوجهه. احنا بنشوف كل مدربين العالم بتعمل كده. صحيح، مش هينفع ان انا مثلا بيراوغ في عند التلت بتاع مرمايه وما وجهوش، لابد ان انا يبقى في نوع من التوجيه السريع. لكن الاهلي مش هيغير طريقته، هنهاجم كويس قوي وهندافع كويس قوي. والمباراه ديت كابتن اعتقد انه عامل، هي طبعا مش محتاجه مكافاه وبتاع، لكن برضو نوع من التحفيز طبعا الجانب البشري، ان انا بحفز اللعيبه ان المباراه ديت ليها مكافاه خاصه، لانها المباراه دي هتبقى مباراه قويه جدا. صحيح، مفيش حد هيبخل وكل الناس هتأدي الاداء المشرف اللي كل اهلاويه مصر يتمنوها باذن الله تعالى. طيب فيديوغراف عن مشوار سان داونز في بطوله افريقيا ونرجع نكمل. طيب كابتن عادل، يعني اهم بقى نقاط القوه والضعف، او خلينا نتكلم عن نقاط الضعف الاول اللي موجوده في سان داونز. السرد باكين في الكور الثابته، الجبهه اليمين هي اخطرهم لكن في نفس الوقت اضعفهم. نعم. وبالتالي هم دايما اجوالهم بتيجي نتيجه الهجمات اللي بتتلعب عن طريق، انا بشوف ان خط الظهر عندهم وفي وسط الملعب في ثغرات ممكن جدا، لان هم لعيبه كوره ما بيعملوش عمليه الضغط القويه بحيث انك انت يعني يستحوذوا على الكوره بسرعه. كل واحد بيعتمد ان هو لعيب مهاري، عندهم الحته الجماعيه جيده لكن مش مستمره، يعني ممكن يفقد الكوره ببساطه. واحنا شفنا الشوط الاولاني كورتين، واحده لعبد القادر اللي لما ضغطنا وراحت لعبد القادر كان هو جول تقريبا، كان جول يعني لو اتركنت في اي حته جول راحت جنب العرض. فعمليه الضغط هم الراجل مفهمهم ان هم يعني عندهم المقدره ان هم مع النادي الاهلي يبداوا من تحت وعادي جدا، لا عندهم الحته دي ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. وبالتالي لما بنضغط عليهم يبقى الضغط بشراسه من غير عنف ومن غير ما اعمل فاول، لكن ابقى داخل في نفس الوقت داخل عشان اقطع الكوره، بحط في ذهني ان انا ما يضحكش عليا، ما اروحش اندفع وانا بعارف انها تتلعب للجبهه الثانيه، لا اوصل نفسي بين الاثنين. اذا انا رايح اضغط على 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 واحد، الواحد ده الراجل اللي جنبه فاضي ما اضغطش عليه، يبقى في الوقت ده اوصل نفسي بحيث ان هما الاثنين ما يطلعوش ويعدوني كجسم بشري. وبالتالي انا بعتقد انه نقطه الضعف اللي عندهم دي هتبقى موجوده جدا. برضو بالنسبه للمهاجمين في برضو خلل في عمليه التحرك، لكن لابد ان احنا وحراسه المرمى برضو ما هياش حراسه المرمى الجيده. الشوط من بره عنده اخطاء في الكرات العاليه في الكرات الثابته، لو عايزين برضو الفاولات القريبه يا ريت يبقى في ناس من اللي هي يبقى في بديل من اللي هم بيجيدوا الكرات الثابته او البعيده. لكن الراجل على الرغم من ضغط المباريات الحقيقه، لكن برضو في الكرة الثابته ابتدينا نشوف حاجات جديده، واخرهم كره بيرسي تاو في ماتش امبارح مع المقاولين العرب. فانا يعني متفائل باذن الله تعالى ان احنا هنعمل مباراه قويه جدا، ولن نبخل على اللعيبه، مش هتبخل ابدا على ناديها ولا عن اساميهم كلاعبين ولا عن فرقتهم، ان هم يطلعوا من البطوله دي وهم الانجازات الرهيبه اللي معموله على مستوى كاس العالم للانديه و10 مرات بطوله افريقيا، عايزينها المره ال11، ودي لازم تبقى في ذهنهم. صحيح، والجمهور وراهم، والمباراه ديت يوم السبت من الساعه 3 مصر كلها بتتفرج عليها. لابد الولاد رجالتنا الكوماندوز بتوعنا ان شاء الله بعون الله يقدموا مباراه قويه هتسعد جمهورهم ايا كانت النتيجه. صحيح. والله ايا كانت النتيجه كابتن، مكسب خساره تعادل، المهم الولاد يأدوا الواجب بتاعهم، والتوفيق بيد ربنا سبحانه وتعالى. فيديوغراف لمشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ونرجع نكمل. كابتن عادل، هل المباراه عشان هتقام الساعه 3 ظهرا وفي ظل نقص الاكسجين احد العوامل السلبيه اللي قد تؤثر سلبا على اداء اللاعبين؟ متعودين عليها كابتن. ايوه،
ما انا انا سال حضرتك جاوبت عليه، لكن انا بقول لك سال ده تحديدا عشان كده، عشان ما حدش يرجع يقول لي اصل مش عارف ايه. لا متعودين عليها. وبعدين عشان كده انا في اعتقادي ان تقريبا اكثر من 85% من الموجودين هيبقى بس الاضافه، اذا كان خالد ولا مروان او القدوس قندوسي، العناصر الجديده بس اللي داخله، انما بقيت كل الفرقه لعبوا في الادوار دي متعودين. وبعدين احنا برضو خلي بالك قندوسي طبعا اكيد لعب في افريقيا وعارف او في جنوب افريقيا يعني، مع حاجه تانية احنا لسه لاعبين في اسوان الساعه 3 ما صحيح. اسوان تقريبا درجه الحراره اكتر من هناك برضو بيقال برضو ان في برضو انا شفت احد البرامج وان درجه الحراره تبقى ما بين 30 بس ما فيش رطوبه والجو بيبقى كويس، واحيانا بيبقى في مطر شويه، هو بس نقص الاكسجين. عشان كده انا ابتديت كلام مع حضرتك انه يجب ان يكون هناك تعامل خاص مع بعض اللاعبين، تعامل خاص. وبعدين ما فيش اندفاع، في هجمات، في تامين دفاعي، في استحواذ، ونجريهم ونجريهم. لو مش مجرد ان انا بجريه علشان افتح ثغره، علي معلول لابد التامين الجانب بتاعه لابد يبقى في حد بيامنه لما بيزيد، والجبهه دي هتبقى جبهه في منتهى القوه لو استغلينا علي معلول واللي هيلعب قدامه، يا ريت اللي يلعب قدامه يبقى برضه بيجيد الواجب الدفاعي والهجومي، بحيث ان انا يبقى عندي المقدره ان انا بشكل خطوره. مجرد انا ما بشكل خطوره من الجبهه دي، اعتقد ان الجانب الايجابي اللي عندهم والخطوره اللي عندهم اعتقد هتبقى سلبيه بالنسبه لهم، بدل ما تبقى نقطه ايجابيه. كابتن الاهلي ان شاء الله سيلعب طبعا على الفوز، ولكن موقف المجموعه بعد وصول الهلال السوداني للنقطه التسعه وسان داونز للنقطه السابعه؟ كل سنه بتبقى بنوصل للمرحله دي بتبقى الموضوع بيبقى في ايدك. الماتش اللي جاي انت باذن الله تعالى انت بتكسبه، الماتش اللي بعديه انت بتكسبه، الماتش الثالث انت بتكسبه، بتبقى اول مجموعه باذن الله تعالى. فانا اللي انا بتمناه، لان برضو ماتش سان داونز لو انا باذن الله تعالى باذن الله احنا كسبنا ماتش سان داونز هنبقى سبعه وهم سبعه. الهلال تسعه، ماتش سان داونز مع الهلال هيبقى تكسير عظام. صحيح. هيبقى نار يعني. فطبعا من غير جمهور في السودان. هتبقى ماتش طبعا هيبقى قوي جدا. وبالتالي انت الهلال جاي لك، فطبعا هتبقى باذن الله تعالى الماتشين اللي جايين دول هيبقوا فعلا هنعديهم بعون الله، هنعديهم باذن الله تعالى. ان ولادنا طالعين وعندهم الحافز، انا شفتهم الحقيقه في الطياره في البرنامج مع حضرتك على طول، كل واحد ماسك المصحف عمال يقرا. انك تتقرب من ربنا في رحله، ربنا دايما هيبقى معاك باذن الله تعالى. كابتن رايك برضو في مشروع سان داونز، مشروع كبير، و تواجده في المنافسه خلال السنوات الاخيره، هل الانديه الافريقيه في جنوب وغرب القاره يعني اصبحت بتغير من نجاحات النادي الاهلي، وبالتالي بتحاول تشوف لنفسها مشروع تقدر تعمله عشان تقدر تنافس؟ هم متقدمين طبعا، حضرتك انت عارف نظام كاس عالم قبل كده. نعم. عندهم الملاعب وعندهم قريبين شويه من اوروبا. صحيح. وطبعا الاحتلال الانجليزي كان موجود عندهم، فكان برضو الجانب الرياضي طبعا مش السياسي، الجانب الرياضي كانوا مهتمين بيه، العلم طبعا، وعندهم بيبعثوا ناس للاماكن اللي فيها دورات تدريبيه قويه، وبالتالي بيحاولوا يشوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه. واعتقد الراجل المستشار بتاعهم راجل مصري، اعتقد اسمه خالد علي. فهم بيحاولوا يقربوا جدا من النادي الاهلي، ولكن هم عارفين انه النادي الاهلي في حته ثانيه، لان هم بالنسبه لنا عدد البطولات بالنسبة للنادي الأهلي بعيدة، لكن هم الحقيقة بياخدوا الخطوات اللي هي توديهم إن هم يبقى يعني يقربوا شوية ولو حاجة بسيطة من النادي الأهلي. لكن ما فيش شك إن هم سلوكيا حتى الجماهير بتاعتهم محترمين جدا جدا. اللعيبة ما تشوفش أبدا ماتش، يعني شفنا الماتش اللي هنا وكل الماتشات ما كانش فيها أي نوع من العنف أو نوع من الأذية اللي احنا شفناها في الخرطوم للأسف، واللي احنا شفناها مع القطن الكاميروني، واللي احنا شفناها مع المقاولين العرب، واللي احنا شفناها مع الداخلية. فطبعا هم بيلعبوا كورة وجمهورهم جمهور ذواق، واعتقد ان احنا
يعني باذن الله تعالى المرحله اللي وصل لها النادي الاهلي صعب جدا ان نادي في افريقيا يوصل للمرحله دي الا بعد عايز فتره طويله شويه، لانك انت الجماهيريه بتاعتك والاداره بتاعتك اللي بتتوالى كلها بتسلك نفس المنهج، وبالتالي بتجيب احسن لعيبه، بتعاملهم اوضه اللبس، العقود اللي بتاعت اللعيبه قربها من بعض، مفيش تجاوزات بحيث انك انت تبقى واخد السكه اللي انت متربي عليها، مفيش فروق كبيره وفي درجات والف وبه وجيم بالنسبه لعقود اللعيبه. الامور دي كلها مع الاصرار على مبادئ وقيم ومبادئ النادي الاهلي، مهما كان الضغوط اللي بتبقى موجوده عليك انت بتسلك الطريق السليم، الطريق السليم اللي لن تحيد عنه. صحيح. وبالتالي صعب جدا انك تلاقي في اداره ودارات متتاليه تبقى بهذا الشكل. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل، دايما بنستمتع بوجودك معنا. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا. الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.